جبت سيره الكابتن طارق محروس المدير الفني طبعا لفرقتنا وصاحب الكاس، بنرحب بيه طبعا معانا هنا في الاهلي في رمضان. مساء الخير يا كابتن. خير يا كابتن هاني، وازي حضرتك وكل سنه وانت طيب، وكل سنه وانتم طيبين، كل اللي موجودين في الاستاديو كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وحضرتك طيب، وبنقول لك مبروك كاس مصر. ومعانا طبعا الكباتن الكبار كابتن محمد دراعك اليمين والكابتن اسامه اللاعب المحترف القدير. كنا بنتكلم على اجواء مباراه نادي الزمالك في نهائي الكاس، وقد ايه كانت مباراه ليها ظروف خاصه. طبعا بعد الخروج من الدوري او خساره الدوري كانت ظروف خاصه جدا، وقد ايه كان الاستعداد يمكن على المستوى النفسي وعلى المستوى التاهيلي من ناحيه مش الفني اكتر منه النفسي، انك بتاهل لعيبتك انك ان شاء الله ما تخرجش من الموسم ده غير بحصول على بطوله. كلمنا عن الكواليس اللي قبل المباراه، وكمان ادارتك الجميله مع الكابتن محمد للفوز بمباراه كبيره في كاس مصر. هو الحمد لله احنا طبعا بدانا الشغل على المباراه على طول من بعد الوقفه اللي عملها الكابتن محمود الخطيب مع اللعيبه، ودي ساعدت معانا كتير جدا في الشغل اللي احنا هنبني عليه، لان هو قال كلمتين يخلوا اي حد لازم ينزل ملعب يقاتل. قال ان انتوا لعيبه كويسين جدا، وانا عندي ثقه فيكم كبيره، وانتوا لعيبه صغيرين لكن المستقبل ليكم، ولازم تسعدوا جمهور النادي الاهلي. انتوا في نهايه موسم، جمهور النادي الاهلي يتحكم منكم قتال، وانا بطلبكم ان انتوا لازم تقاتلوا في المباراه الجايه ولازم تكسبوا. انتوا اديتوا موسم اروع من اروع المواسم اللي موجوده في الفتره الاخيره، السنين الاخيره كل الناس بتشهد بالاداء. فرقه الاهلي تقريبا اتغيرت في ادائها في جميع الماتشات. فهو الحته دي بدانا نبني عليها، لان احنا من اول السنه كان عندنا هدف، كان الهدف الاساسي اللي احنا كان عندنا طبعا ان هو بناء الفريق، ان هو يكسب البطولات القادمه باذن الله في السنين الجايه، من عناصر اغلبه يبقى من عناصر الشابه. فكنا شغالين على الحته دي كويس قوي، وبالتالي كنا بنتكلم لعبتنا باستمرار على ان شخصيه النادي الاهلي لازم تكون شخصيه البطوله، فلازم اكون كسبان بطوله عشان اظهر شخصيه النادي الاهلي، مش بس ان اعمل نتائج. يمكن الموسم السنه دي كان مختلف تماما عن المواسم السابقه، فرقه النادي الاهلي كانت بتعمل لها حساب في جميع الماتشات، بدليل ان احنا يعني الماتشات الحمد لله بفضل ربنا ما فيش ماتش اقل عن 6 جوان مكسب لينا، ودي كانت ظاهره في وسط الدوري الناس كلها كانت بتتكلم عليه ان الشخصيه قويه للاعيبه النادي الاهلي في جميع مباريات الدوري. اشتغلنا احنا على الجزئيه دي، ان انا عشان اظهر شخصيه النادي الاهلي واراده النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي لازم اكسب بطوله، عشان البطوله دي تبقى اول السلمه، اللي لو احنا بنتكلم عن حظ بطولات يبقى هي دي البطولات اللي ايه اللي نقدر نحط رجلينا عليها ونبتدي نصعد لجميع المنصات. صحيح كابتن طارق كمان. اتفضل. اتفضل حضرتك كابتن طارق. بتتكلم كمان عن بطوله ان شاء الله هتقام في شهر 8 لا تقل اهميه عن كاس مصر، يعني بطوله افريقيا كمان، يعني من البطولات المهمه جدا جدا اللي اعتقد فريق اليد في الاهلي منتظرها يعني بشكل كبير جدا، ومستني ان هو يحقق نتيجه ايجابيه. كلمنا عن التحضيرات للبطوله دي، واتكلم معاكم اتحاد اليد في موضوع يعني شكل القايمه السنه الجايه، لان انت النهارده عندك مواليد 2000، يعني عندك فيها عناصر مميزه وعناصر هامه جدا، فعايزين نستفيد بيها. اتحاد اليد اتكلم معاكم في الموضوع ده يا كابتن، في تواصل؟ هو بالنسبه لبطوله افريقيا، ان انا اصلا احنا كنا متفقين مع اللعيبه ان احنا لا قدر الله لو كنا هنخسر بطوله الكاس هيبقى صعب ان احنا نشترك في بطوله افريقيا، لان بطوله افريقيا محتاجه البطل، فانا ما اروحش بطوله وانا مش بطل. صحيح. لازم يبقى على الاقل كسبان بطوله، ويمكن دي من الحاجات اللي احنا ما اتكلمناش فيها في الاعلام، وبنكلمك اول مره في قناه النادي الاهلي قناتنا، ان احنا كان التحفيز ده ان اللعيبه لازم تعرف ان البطل لازم يروح البطوله وهو على راس البطوله بصفته بطل وليس وصيف. وده اللي يعني دي من الحاجات اللي احنا كنا بنتكلم اللعيبه منها، وخصوصا ان البطوله كانت هتقام يوم 20/5. البطوله دلوقتي بقت 20/8، هنشتغل عليها باذن الله اعتبارا من اول شهر 6 اعداد للبطوله. اما بالنسبه للفريق، فرقه 2000 و2002 على فكره مش 2000 بس، فرقه 2000 كسبت بطوله الدوري وكسبت بطوله الكاس، فرقه 2000 كسبت بطوله الكاس، الفرقتين فيهم عناصر مميزه جدا. 2000 و2002؟ لا كسبوا البطوله. 2000 فيهم عناصر مميزه جدا طبعا، 22 لعيب. احنا دلوقتي في حيره
الابقاء على مين من اللعيبه اللي استمر معانا النادي الاهلي، ومين اللي يقدر نعيره، ومين اللي يقدر نستغني عنه. يعني هنعمل جلسات الفتره الجايه ما بين الجهاز الفني والاداري والنشاط الرياضي لوضع القصه للاستفاده اكثر عدد من اللعيبه اللي هيخرجوا بره النادي الاهلي او هيعاروا، لان المعمليه دي صعبه جدا. انا بقول لحضرتك اللعيبه دي مميزه جدا. انا عندي 5 لعيبه اشتركوا مع منتخب مصر بطوله العالم للناشئين اللي كسبوها، فطبعا ده صعب ان انت تستغنى عنهم. هتحاولي بقدر الامكان تحتفظ بيهم، لان دول برضك هيعتبر نواه من نواه النادي الاهلي في الفتره القادمه. وباذن الله ربنا يقدرنا نقدر نختار الصح لمصلحه النادي بغض النظر عن اي حاجه، لان زي ما قلنا وزي ما قال الكابتن يحيى ان احنا بنبني جيل يكسب 10 سنين قدام، مش السنه دي ولا السنه الجايه، لا صح. يحتفظ بالبطولات ويبقى البطولات دوري وكاس وافريقيا داخل دولاب النادي الاهلي، ما تغادرش الدولاب ده خالص. وده اللي احنا شغالين عليه باذن الله، وربنا قدرنا نقدر نعمل اللي فيه اسعاد لجمهور النادي الاهلي واللي يرضي كل المهتمين بلعبه كره اليد. يكفينا انا والكجهاز فني انا والمجموعه اللي معايا ان بشهاده كل خبراء اللعب في كره اليد في مصر بيقولوا لا، النادي الاهلي شكل تاني وطعم تاني واداء تاني عن السنين الماضيه، واعتقد ان اللي جاي هيبقى احسن، لان احنا كمان فتره فاتت ما كانش لعيبه معانا بالقدر الكافي، لعيبه المنتخب هم 10 لعيبه. الفتره اللي جايه باذن الله اعتقد ان هم هيكونوا معانا في حضننا. ليه يا كابتن انت كنت واقف على الخط بتلعب بايدك؟ ده انا شفتك. بس المهم يا كابتن طارق كنت بتلعب بايديك، قول لي يعني حماسي جدا وهو يا حبيبي بيلعب. اصل الموضوع متفاعل قوي يعني. الموضوع اصل كمان كره اليد والسله في جزء من الثانيه النتيجه بتتغير، فالمدرب دايما يكون. لكن انا عايز احييك يا كابتن على النظره المستقبليه. حضرتك بتتكلم على مواليد 2000، بتتكلم على مواليد 2002، وده كمان ميزه النادي الاهلي انه بيحط بلان طويل الاجل، ان احنا بنتكلم على ان احنا ما بنبصش بس تحت رجلينا، لا احنا بنبص كمان ان احنا عايزين نبني فريق. وده اللي قاله الكابتن محمود الخطيب، بحييك على النظره ديت، وده اللي يطمن جماهير النادي الاهلي ان احنا ان شاء الله عندنا المستقبل وعندنا لعيبه صغيره، بجانب اللعيبه الصغيره اللي ان شاء الله تكون صاحبه بطولات كتيره، كمان عندنا لعيب محترف على مستوى عالي جدا كابتن اسامه، تقول له ايه ويعني من خلال مشاركته الاول سنه مع النادي الاهلي وحصوله على بطوله الكاس، كمان تقول له ايه من خلال وجوده هنا معانا في الاهلي في رمضان؟ هو اسامه طبعا انا نقيت اسامه عن عنايه كبيره، لان انا كنت بتابعه من فتره. هو اسامه من اللعيبه الكويسين جدا واللعيبه المهاريين، اللعيبه اللي عندهم رؤيه اثناء اللعب في المباراه. طبعا انا سعيد بوجوده في النادي الاهلي السنه دي، اتمنى ان هو في حاله استمراره معانا باذن الله الفترات القادمه يبقى يدي اكثر من اللي اداه. اسامه عنصر مهم في الفريق وادى اداء كويس، مش هقول ممتاز لكن هقول اداء جيد جدا، الفتره الجايه يكون من مصادر المكسب في النادي الاهلي. بقول له طبعا اسامه يعني زي خبر بردك حصل قناه النادي الاهلي، اسامه هيسافر خلال يومين الجايين دول لتونس عشان هيتجوز، فاحنا بنقول له ان شاء الله مبروك الف مبروك، ونقول له ما تطولش في الجواز عشان فتره الاعداد دي هتبقى قريبه. ما يطولش يعني في الجواز ولا ما يطولش في شهر العسل عشان ايوه عندنا بطوله افريقيا، عندنا بطوله افريقيا. طب اسامه تقول ايه كابتن مهروس؟ اللي عجبني في اسامه كمان اللي عجبني في اسامه كمان ان هو قرر ان يعمل شهر العسل في شرم الشيخ. الله والله اشمعنى عشان كده كان بيسالني قبل ما اخش هوا بيقول لي هو شرم الشيخ بعيد عن هنا؟ لا ساعه تقريبا بالطيران صح؟ حاجه كده ساعه الا ربع يعني. هو مش هيلاقي احلى من شرم الشيخ يعمل فيها شهر عسل. فده طبعا بسطني جدا ان هو الراجل هيكون موجود معانا في القاهره، بس يبقى سهل بقى شرم الشيخ جوه هنا فيخلص يعني يقضي شهر عسل بسرعه ويجي يحضر معانا فصل الاعداد من اولها، لان زي ما قلت فعلا ان بطوله افريقيا دي مهمه جدا بالنسبه لنا، هي دي السلمه الثانيه اللي هتثبت اقدام هذا الجيل في البطولات القادمه باذن الله. صحيح قادرين على ده يا كابتن ان شاء الله باذن الله. قادرين بالشباب اللي موجود معانا بالخبرات اللي موجوده، اسلام والمصري دي خبرات كبيره جدا وليهم دور كبير في الفرقه، فباذن الله باذن الله بالمجموعه الموجوده نقدر، وخصوصا كمان ان احنا عندنا بعض التدعيمات هندعم الفرقه طبعا الفتره الجايه من عناصر جديده خارجيه، فطبعا يعني هنشتغل على الكلام ده وباذن الله ربنا يقدرنا ونقدر
نعمل موسم يسعد كل جماهير النادي الاهلي ومحبين النادي الاهلي. يا كابتن ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. كابتن طارق كل سنه وانت طيب. موفقين دايما يا رب. رمضان كريم عليكم. وعليك يا رب كده تبقى الايام الاخيره دي غفران لينا كلنا وربنا يكرمنا. يا رب. وباذن الله يبقى كمان بعدها عيد سعيد والنادي الاهلي نادي طول عمره سعيد وباذن الله نسعد جمهورنا في الفتره الجايه. يا رب كل سنه وحضرتك طيب. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.